احلام. اول حلم يا اما ان نموت ونرتاح جوات السجن، يا اما ان نموت ونرتاح. الموت كان اهم عنا، يا اما كان يجي الشباب يطلعونا من جوات السجن. هاي كل العالم تعرف، وقت لما كنا بسجن عدرا كان يسمونا احنا بدلال بسجن عدرا، كنا اكثر شيء مدللين. كنا بس نستنى كنا ابليس انسكيورتي انتليجنس، سكيورتي انتليجنس ان سيريا، ميليتري سكيورتي انتليجنس، ميك مي اند ماي فريند اند اول بيبل سيريان فروم ذيس ذيس لايك ذيس اي ستي 100 داي اي ام ستي لايك هير لايك هير اي ام ستي 100 وان تايم ايت اونلي 100 اي ستي هير and that me our God know me how electricity put in my hand how electricity put in my lips how electricity put in my eyes how electricity put in my ear how electricity put in my things what happened what is this this is not the humanity world the humanity world necessary to stop mascara to stop all things please our letter European community people and Dutch people, thank you for all things who give us, but we want to stay here. We want to return back our country. This is our letter. 4,100 arrested in Syria. Now I am arrested and all my friends arrested. Please, this is big problem. We want to stop arrested in Syria. Stop this issue. Our issue is stop killer, stop arrested, stop this regime, stop Putin, stop Assad, stop all things. We are returned to Syria. We are not to stay here. We are not happy. Not happy. Our land here. Wir sind heute hier, weil wir zum Teil entsetzt sind über die Situation in Syrien. Und wir wussten nicht, was wir können nichts machen, aber vielleicht können wir ein kleines Zeichen setzen und unsere Solidarität zeigen. احنا اليوم هون واقفين هون لنفرجي لكل الناس والعالم ليش احنا واقفين هون. احنا واقفين هون يوميا رح تصير مجازر بسوريا تحت الاعلام ما بيغطي كل شيء، العالم ما بتشوف شو عم بيصير. هون بالذات بمدينه بريمن نحن هون بدنا كل الناس تعرف ليش احنا واقفين هون. المجازر مين عم بتصير؟ بشار والطيارات الروسيه عم تضرب باضرب الانواع الاسلحه باقوى انواع الاسلحه باسلحه استعمال ضرب للعرفات البشريه. ليش ما في حدا عم يحكي ما في حدا عم يقول بشار وقف؟ الفيتو الروسي بكل مره بيطلع ما في حدا عم يوقف تدخل مجلس الامن، مجلس الامن ضايع، مجلس الامن شريك لقتل اطفالنا يوميا مجازر. ليش؟ نحن بدنا نفرج كل الناس انه هذا الشيء عم يصير يوميا بسوريا، يوميا بالذات بمدينه حلب وبكل مدن سوريا.